اوكي شباب، هني حصلت واحد اظني. هي هذا عبود لمس 17 ثمانية ثمانية. اسمه هني اسوي تشيل لان انا ما رمت سبة ال شو يسمونه ما استوى الفيديو كليب كامل. ف الدج حلو صراحة، انتبهت هالفيرس اللي الحين مخدر فيه طاقم واحد كلم دد كلم مالي حتى هذاك كلم كان والله صراحة أكثر كل جبته في أول جيم يعني ماني كان ثمانية تسعة ما أتذكر ثمانية لا تسعة يعني ثمانية بعدين حصلنا واحد ثاني ف تسعة أوكي فيت بس حق ربيعي بس هذاك دمجني هال دمج الوحيد اللي شليته أنا الحين ذبحته ربيعي قال لي بيتماني بموت بس ما أول ما يتوزله الموضوع انتهى فقلت خليني هذا شفته بس قلت عنده ماتشر ما عندي خليني اخلص الموضوع عندي تار عندي صداق كان منو بس ما كان اسلحه يعني صراحه هذا كان بشيل الوحيد هني بس انتهى الموضوع ما كنت اعرف ان هذا راعي سكوت ثاني بعدين قال لي ربيع ان هاي دمجني فشليته الحين هذا الكلهم اتكلت كم تشوفون يعني كان جيم حلو وهي جبت ون كانوا يا صراحة كان قوي جيم قوي وين هي هالمنوب وين الحين بيطلع وين هي بدلت له لأن هذا كان أكثر أمو هذا خالد كي اسمه بين هذا أول شيء أنا ما شفته هذا ك ما أدري اسمه المهم أول شيء أنا ما شفته بعدين انتبهت له يعني برا يعني هذا ليش يدخلون هالانثال في هالجيم؟ طيب بليز شوفوا شوفوا انا بعدين سمعته هذا وات فاك ايش ذي؟ طلع يا اخي برا الجيم يا اخي طلع برا الجيم برا الجيم اوكي الحين جبت 9 كلز اوكي بعدين كملنا اظني قدمنا زياده جبنا زياده كلز هي اظني دخلنا هذا بس ما حصلنا ناس فصلنا في بريزنت بارك هي صرنا في بريزنت بارك خليني اشوف الادت اظني سنة ما اتذكرها خليني اسوي حق ال وصفي اصبروا شباب عشان تشوفون الهيل ماب وبلا بلاي لا ديستنس دمج في شير لا شو كان مال الا ما شكل مارد ما شكل مال يا اخي ابرويكم من البرسبكتيف مال ال مال اللاعب بس انا ما وين يبين الهيل شي تحت هني ما ظل المهم هني كنت حاسس اسوي كليب تشوفوني اثرا الحين سويت كليب بعدين ما ضبط فردت اسوي اثرا الحين هني الكلب يعني بس يوم شيكت الحبيب طلع عندي وايد فيديوهات شباب سامحولي بعدين سامحولي كان عندي وايد فيديوهات فما لحقت اسوي كلب لا يعني سويت لحقت اسوي كلب بس ما الفيديو ما طول كان 3 ثواني بس والفيديو كان 3 ثواني طبعا بعدين فزت الجيم سويت كلب مرة ثانية بعد ما سوى فل يعني شفتوا من تو وقفت سويت ترن من هني بس من هني خلاص اظني الحين تستنى حق الدروب ابغاكم تسمعوني انا وربعي بس خيج ما بنسمع اوكي الحين رحت انا حق الدروب اظني طلع لي بولت لا ايه بولت ما متاكد اظني بولت يعني طلع لي هني شيلدين شربت واحد وحطيته هو واحد اوكي ف اللي اقتلع بيه هو هذا لا مو بتا هذا يعني هو ياب كل اظني واحدة اثنين ثلاث اربع وانا على كلها طولت وايد
تشوفون هنا في البداية وايد كيلز. حركه برسبكتيف هنا تبين نخس الرفت عشان يعني واحد يلحقنا. كانت فكرة حلوة يعني بلاس كان التايم. اول شي اخذت هذا بعدين اخذت الثاني بعدين الثالث انا خليت واحد هو تم يسوي شيلد. اوكي بعد الكلب كان عنده شيلد ثاني وانا ما ادري الحين. طيب يشوفون الناس الحين هناك قدام هذا اللي طبوا علينا مو طبوا علينا احنا طبينا عليه. اي ها هذه اللي احنا طبينا عليهم مساكين صراحه. لا مثلا هنا هاي هذاك الثالث هذا بعد مختلف. هذا مسكين هذا ما اشتبه ما ادري شو كثير انا ما هاي قال اوكي هني نك واحد هذا فوق قال 40 ثاني ما ولا حد يقول ترى قاعد كل ترى هو قاعد هذا مجنون. انا قلت والله ما اخليه يبون انا عندنا انتفاد لا يعني كل مره كان حد عندنا انتفاد فعادي عندي اني اخسر ما بتعرف طبعا ان عندنا انتفاد بس اوكي رديت عليه صح مساكين بس كل احد بيقول تراي هارد بس شو اسوي كيف انا اسوي يعني تراي هارد شو بعد اوكي اظن تبين لنهاية الجيم يعني هذا اللي نشوفه الثاني فقلت حق ربي يعني عادي شوف خسر عادي كنت بشيل هذيله بس قلت خلني عندي شوف رجعت له قلت افكر بعدين قلت لا شفت كم حبه شفت حبتين قلت خلص مجي احسن زعلي والله بعدين هني اظن قدام شوي ابوي زقرني زين فاظني تو سويت مثل ان ابوي تو شغل مره ثانيه لا مو بحينه خليت حمدان يلعب اخوي هني انا بالحظ ضبط بعدين هو ما قال كيف المهم طبينا على سكواد عبالنا نوبز كان نوبز عشان كان بعد لعيبه في نفس الوقت فهمتوا زين بتشوفون من هناك شيء يا هذا دور على البمب هذا واحد كان ثلاثة اللي هذا انا خليته دائما عشان اذا حط طبق شيء اكسر عضل فهمت يعني شيء ترول حاولت ما حد يا والله طول النهاية جيم ما حد يا ولا حط طياحة بعد يعني ثلاث سمات هني بعد ابوي ما ذكرني منو ايه والله بلي والله هذا الزق دقني مسميوته انا اقول حق ربيع تعرف شو اقول حق ربيع يلا خشوا اقول حق ربيع خش بيدمجونك تشوفون هال 200 اس بي مربيعي والله ما حد لمس الا انا هني 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 ابوي زقرني الحين اخوي استلم الحين اخوي تراني استلم المهم هذا المحربي دمجني اكو الحربي ما في حد هناك ما انا ما اشوف هذاك هناك تحركوا الحربي او سعوديين شكله ما ادري ولا ذبحناهم شو رجعي انت اللي تلعب مو بنا ها مو بلعبي ها لا تقول النوب ها لعب اخوي والله لعب اخوي المنوب انا ما له فرصه مو بلعبي مو بلعبي ها زين ما قلت سبق لهتك قلت انك منوب شو والله ما ربطي بسنايب اوه شوف اربيع هناك صاد هذاك الحربي هني اظني انا سلعب لا انا يا مهيئة مدكت يا مهيئة مدكت انا هي انا
الحين بسوي ادت حق البيراميد بحط دراي الحين بخلط الحين برد اسوي صح انا استلمت اوكي اظني انا قلت حق ربيع يلا نهجم دمجنا اثنين او واحد يزيد يو لا يوم ساري هيله ويت 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 الحين بنجرب يتو انا راعي السكار ساري هيله انا حاولت اسوي سنايب يعني قلت يلا ابوي خسرنا هذا خسرنا هيبر خرب طبينا على اللي يسيهيل هي اظني كان هي 200 هي 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 200 هو انا اعطيته انا اعطيته ويت بس انا اعطيته حق شيء اربع اعطيته بين هذا يابا عن الشغل اللي سويته انا عشان هي صح اوكي هني جي جي كان شلت سكور اللي تعبالي انا شلت بس طلع اربع شلت الحين بشيل اسم جيل ازرق يب الحين بنرجع فوق لا اول شيء ما بنرجع فوق بنخليه حق بعدين قلت له نرجع فوق بس بعدين قال لي بس وقت الزون كان باقي لي ثلاث ثواني اسمعوا لي ما ترون تشوفون ويت لا ليش ما ترون تشوفون المفروض تشوفون معاك وشيت ايش سويت انا وشيت لا اوكي ليش ما تشوفون انتوا ترون تشوفون معاك فيعني كنا في ديسنت شاني 29 انا شاني 29 شو تطبق تغربيكم ها؟ انا سو فري درون هني احنا كنا نبغى احنا شفنا بس لان كنا نقدم الدروبات هني جبنا واحد بدنا طلعنا لنا ثلاثه اظني كانوا لا ما كان اخر اي هذا ها واحد نحن شوف حاولت اجيب بس كان فري ولا عفو الله هذا واحد شوف الانسواد ما هاد المسافة الله كانوا كانوا جنب جاي ذاك السكواد شوف بعدين اختفى حاول اربيع يا مالي ثلاثة يوم ويت كيف يصير تشست اوكي في جست والله اني ما سمعته صدق ما كان في جست شكله مقلش هذا السكواد مساكين كلهم دمجتهم كلهم دمج هذا ما ما يبدو على ابر ثاني على حظ امه يضغط ما يعرف احنا وين مرتين ما اعرف احنا وين عدى البيت مرتين ما اعرف احنا وين لقيته مره يا اخي حرام هذاك ربي اظني ربي لا انا 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 اظني شفتوها انا ما انتبهت عليه بعدين هو بيت ذبحها هذا بعدين ماتوا اي انا صرت حق هذاك في الهاي هي صح اربيه ذبح اخر واحد كذا شوف اذا عندي بشيل لاني انا كنت ما كان عندي شيل اللي تشوفون هي ترو ما تشوفون هاي انا ما كان عندي شيل الحين قلت خلاص ابوي ممكن فاضي حد يلحقني سبت اني انا ما اخذت بوكسره ما انتبهت ان هذا مو في البيع ايه الشستات قال لي هذا انا متاكد انه ما كان فيه هني ما في استوى تو بس نسى الموضوع ما استوى هني رجعنا حق بيسنا القديم حتى ما كان في الشيرة والله مقلتها ما كان في الشيرة هاي شو الشيرة ما كان في بس ما كان في هي ما كان في هاي تشوفون انه ما انا ما انكسرها هي شوف عندي داخلها هي قلت ما كان في الشيرة هي ما كان في الشيرة يلا عادي هي احنا شفنا هذا طلع سكواد ما اعرف كيف بس 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 بخليه يبين من بعيد بس جي احنا شفنا هذا بيبه والله حرام اذا بس عليتها ورفيه يكسر لي دارك ممكن بيبه هني شوف
بره لايك بره. الحين طبينا اظني 16 كيلز انا كنت بايب 18 والله اذا ذبحت هذول الاخ ثلاثة بس عاد 40 فز علي والله كنت بايب 18 كيلز ما كان بيكون اكثر شيء بتاع بس كان بيكون قريب اكثر شيء بتاع 21 كان سولو ما سويت الكليب لانه كان ايام سيزون 2 سيزون 3 فما رمت اسوي كليب وما كنت ما كنت استعمل قناة شوف عبيط يطلقون عليه بس كانوا كلهم اربيعي ما دقوه انا كنت بذبحه دقيته بعدين اربيعي ذبحه اظني لا انا ذبحته هذا انا دمجته اربيعي ذبحه قال لي اثنين اخر واحد بلاته اسميه هني سلومو الحين بس بقول لايك سبسكرايب نفس ما قلت اخر مره فلايك سب شباب 16 كل وين ليتس جو.